السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم، ونحن ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة دعاء مهم جدا ومهم للغاية. أي إنسان يعيش على هذه الأرض يتمنى أن تكون خاتمته خاتمة حسنة وأن يرزقه الله الجنة. النهاردة هنتكلم عن دعاء فتح أبواب الجنة. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: اللهم اجعل أبواب الجنة تفتح لنا، وقلوب الناس ترتاح لنا، وكل حسنة تتضاعف لنا، وكل خير في الدنيا يوهب لنا، وكل نعيم في الجنة يعطى لنا. اللهم أمين. وكل نعيم في الجنة يعطى لنا. وفي كل خطوة من خطوات الملائكة أن تدعو لنا، وفي كل صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لنا. اللهم أمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.